أدانت منظمات تونسية ودولية القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد من جانب واحد، وشجبت في بيان مشترك الاستيلاء على السلطة، وقالت إن الأمر الرئاسي الصادر في 22 من الشهر الجاري ألغى ضمنيا النظام الدستوري في أولى الخطوات نحو الاستبداد، ودعت في البيان إلى أن يكون أي إصلاح في إطار الاحترام الكامل للدستور خصوصا الفصل بين السلطات. وأشار البيان إلى أن الرئيس صار يمارس كل الصلاحيات التنفيذية بمساعدة حكومة تعمل تحت قيادته، إضافة إلى أنه لم يحرز تقدما في محاربة الفساد كما وعد تحت مسمى خارطة الطريق. معنا من تونس مراسلنا خليل كلاعي. خليل، بيان شديد اللهجة من قبل منظمات تونسية ودولية مرموقة، ما وقعه عندكم حتى الآن؟ والبيان مماثل بدا متوقعا جدا هنا في تونس، خاصة وأن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 22 من سبتمبر منذ بضع أيام، والتي منح من خلاله لنفسه سلطات واسعة، هو احتكر بشكل كلي السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية من خلال إصدار مراسيم. هذا البيان قلت أنه متوقع جدا بالنظر لأن رئيس الجمهورية في بداية إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها غداة 25 من يونيو الماضي قدم جملة من التعهدات خاصة في مجال الحقوق والحريات، تعهد بتشكيل حكومة في وقت قريب وتعهد كذلك في وقت قريب أن يقدم خارطة الطريق، لأن خارطة الطريق التي قدمها شهرين بعد تعهده بأن يقدمها بشكل مبكر ضمت صلاحيات وصفت بالملكية بالنسبة لرئيس الجمهورية، فضلا على أنه لم يقدم حكومة وتشكيلة حكومة إلى حد هذه اللحظة، مع كل ما يقال عن التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان وللحريات العامة والخاصة ولتعليمات منع السفر التي طالت فئات كثيرة. إذا هذه المنظمات إما الـ14 منظمة إلى جانب منظمة Human Rights Watch التي أصدرت بيانا بهذا الخصوص، أو المنظمات الوطنية مثل النقابة الوطنية للصحفي التونسيين والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عبرت تقريبا عن ذات العناوين. هي حذرت من عدم تسقيف الإجراءات الاستثنائية، قالت أنه لا يمكن أن تكون الإصلاحات الدستورية التي ينتوي الرئيس التونسي قيس سعيد القيام بها عملية أحادية الجانب، قالت كذلك أو حذرت من أن كل هذه الصلاحيات التي منحها الرئيس التونسي قيس سعيد لنفسه كانت متبوعة باستحالة الطعن في أي من قراراته، إما في علاقة بالسلطة التنفيذية أو خلال ممارسته السلطة التشريعية. إذن لكل هذه الاعتبارات مجتمعة فأنه هذه المنظمات هي تحذر من جديد بعد تحذيرات أخرى سابقة من الانفراد بالسلطة ومن الصلاحيات الواسعة والغير مبررة بحسب نص هذه البيانات التي منحها الرئيس قيس سعيد نفسه، فضلا عن كون كل هذه الإجراءات الاستثنائية لا سقف زمني لها، وإنما يخضع ذلك لتقدير رئيس الجمهورية وحده. وائل، نحن الآن 24 ساعة بعد المسيرة الكبرى التي شهدها شارل الحبيب بورقيبة أمس، والتي ضمت سياسيين، شخصيات وطنية حقوقية مدنية، وأعداد كبيرة من المتظاهرين حضرت أمس في شارل الحبيب بورقيبة، قدر عددها بما يفوق 10,000 متظاهر، ولازالت ردود الفعل تتوالى حول هذه المسيرة. ويمكن أن نميز مسألتين اثنين أو رسالتين اثنين. الأولى أن رئيس الجمهورية لزام عليه، وهذا يقوله حتى مؤيدوه، أن يستمع إلى مخالفيه وأن يستمع إلى خصومه بين ظفرين. والمسألة الثانية هي في شكل تساؤل حول ممكنات الاحتجاج في الأيام القادمة، ما الأشكال التي ممكن أن تأخذها الاحتجاجات خاصة على مستوى مجلس نواب الشعب المتمسكين بشرعية دورهم وشرعية مجلسهم والرافضين لقرار قيس سعيد تعليق أعمال مجلس نواب الشعب. الزملاء هنا في مكتب تونس قاموا بإعداد تقرير رصدوا خلاله ردود الفعل إثراء المسيرة التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة أمس، لنتابع هذا التقرير. وائل، متغير جديد في المشهد السياسي،
هكذا وصفت احتجاجات الأحد بتونس بعد رفع آلاف المتظاهرين شعارات تطالب بحماية الدستور وتعترض على تجميع الرئيس سعيد. كل السلطات بيديه وعلى كل ما من شأنه نسف المكتسبات الديمقراطية لما بعد الثورة، ما يستدعي وفق هؤلاء مواصلة التصدي وبكل الطرق. الآن الموضوع واضح، نحن أمام انقلاب تام الشروط، أمام رجل حطم دولة القانون، يريد أن يحطم أيضا دولة المؤسسات، والآن لم يبقى لدينا أي خيار إلا عزله. تحركات المتظاهرين ضد الرئيس نزعت سردية الإجماع الشعبي التي لطالما استند إليها الرئيس قيس سعيد في كل مرة لتبرير قراراته، وهو ما ستكون له تبعات بحسب متابعين لمواقف الفاعلين السياسيين والدوليين. هم تلقوا الرسالة ويبدو أن معظمهم غير راض عن هذا الواقع. كيف سيردون الفعل وغيره؟ سيردون هذا الفعل حسب مصالحهم، ولكنهم في كل الحالات لن يوفروا لقيس سعيد حماية من مشاكله الداخلية. كل الأنظار باتت متجهة صوب قصر قرطاج في انتظار تفاعل رئيس الجمهورية، تفاعل قد يكون المحدد لخطوات الشارع المقبلة، والتي قد تكون بدورها أرضية للحوار أو تزيد من توسيع رقعة التحركات بحسب مراقبين. وقفة احتجاجية حملت رسائل سياسية، لا للخروج عن الدستور ولا للتفرد بالسلطة. وقفة قد تكون مقدمة لوقفات أخرى في حال تواصل تجاهل الرئيس لمطالبهم وانسداد كل آفاق الحوار معه. أميرة مهذب، العربي، تونس. نعود الآن مشاهدينا إلى خبرنا الرئيس في هذه النشرة، وهو إصدار 18 منظمة حقوقية تونسية ودولية بيانا يشجب فيه بشدة إجراءات الرئيس قيس سعيد. معنا من تونس جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. سيد مسلم، البيان اللافت يصف ما جرى في تونس أو ما يجري بأنه أولى الخطوات نحو الاستبداد. ما تقييمكم أنتم لهذا البيان؟ سيدي أنا جمال مسلم، فما خطأ في النطق. نعتذر. اللقب متاعي مسلم، و وفي الحقيقة أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أقدم منظمة حقوقية في الوطن العربي وفي إفريقيا، تابع بانشغال واهتمام كبير ما وقع في 25 جويلية، وأصدرت بيان يوم 27 جويلية و5 أوت. أول حاجة شاركنا فيه الرئيس تونس قيس سعيد في تقييمه وتشخيصه الوضعية التونسية اللي وصلتها الأوضاع، من انحدار في المقدرة الشرائية، من أزمة على مستوى اقتصادي واجتماعي ومالي وصحي وأخلاقي حتى. شاركنا في التشخيص هذا، لكن نبهنا في لقاءاتنا مع رئاسة الجمهورية، نبهنا نحو اللي خايفين منه هو الانزلاق والانحراف بالسلطة المجمعة في يد مؤسسة رئاسة الجمهورية نحو الاستبداد ونحو عدم احترام الحقوق والحريات العامة والفردية. وقعت تمادتنا على مستوى فعلي، وجاتنا عديد الشكايات فيها انتهاك الحرية التنقل والوضع تحت الإقامة الجبرية، ووصلناها لرئاسة الجمهورية اللي طمنا وقال أنه التضييق هذا مش يقع، معناتها استشارة هيئة قضائية في المجال، وهذا مخرج في مرسوم 117. طيب ما تقييمكم الآن سيد جمال مسلم للإجراءات التي أعلنها الرئيس قبل أيام ووصفت بأنها خطوة نحو الاستبداد، تكريس الدكتاتورية، الاستفراد في السلطة؟ هل ستجتمعون به مرة أخرى؟ هل تصدقون كلماته؟ هو إلا وقع في المرسوم في الأمر عدد 117 يحذر للاستبداد ويحذر للانفراد بالسلطة وممكن انحراف، لكن احنا بالمرصاد نقيموا الوضعية هذه وقاعدين نشوفوا باش ما يقعش الانحراف والانزلاق نحو الدكتاتورية. وطلبنا في بياننا خرج اليوم
طلبنا معناتها وضع حد اول حاجه يلزم يعدنا بتسقيف الفتره الانتقاليه هذه الاستثنائيه بوضع حد استثنائي بتركيز حكومه تكون دورها انه الخروج من الازمه الخانقه اللي عاشتها تونس على كل المستويات. وكذلك يلزم طلبناه باش يعمل امر اخر يشكل فيه هيئه رقابيه، هيئه نجم تطعن في الاوامر والمراسيم اللي مش يصدرها، اللي تحترم فيها المنظومه الحقوقيه ومنظومه الحريات العامه والفرديه. شكرا جزيلا جمال مسلم، رئيس الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان.